نروح دلوقتي لتليفون معانا دلوقتي على التليفون. نروح عبر سكايب دلوقتي مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تركوا بصمه كبيره خلال مشواره مع النادي الاهلي، الكابتن انيس بوجلبان. تحياتي ليك يا كابتن انيس. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ومن خلال طبعا القناه نبلغ سلامي لكل الاهلاويه ولك انت طبعا، لك انت طبعا كابتن اسامه. وحش وحشني وحش وحشني ايامك، يعني الايام الحلوه هذه. وانت وحشني كتير يا انيس، وانت النهارده على يعني على قناتك قناه النادي الاهلي. ما زال الكابتن انيس بوجلبان متعلق بالنادي الاهلي، بيتابع النادي الاهلي بشغف. ايه سر الحب والتعلق بالنادي الاهلي يا كابتن انيس؟ والله اهم حاجه يعني كما تعرف يعني اسامه انه المعامله طيبه جدا في النادي الاهلي. يعني اي حد يدخل النادي الاهلي يحس كانه يعني ابن من ابنائه، يتعامل كانه ابن من ابنائه. فداخل النادي الاهلي تتعلم الاخلاص، حب المكان، خاصه الثقه، لانه كما قلت يعني محترفين كثير تعداوا بالنادي الاهلي. باش تقعد قريب من اهل القرار في النادي لازم تكون انسان ثقه، انسان مخلص، انسان يعني. وهذيك اهم حاجه، ممكن هذا هو الحاجات اللي خلتني ديما قريب، انه بصراحه لقيت نفسي، لقيت انه المبادئ تتماشى، المبادئ الموجوده في النادي. ف الحمد لله. اهم حاجه انه بعد الكره انه الانسان مازالوا جماهير النادي الاهلي والجماهير العربيه انه تذكرك بالخير، تقعد ديما صمتك طيبه. اكيد انه الحمد لله انا محظوظ اني جيت في فتره في من احسن فترات النادي الاهلي، في وجود نجوم كبار من ضمنهم بطبيعه الحال اسامه حسني. يعني كنا اول حاجه حسيت كما قلت لك وكاني مولود في النادي، تعاملت معامله ممتازه جدا، خلتني للدقيقه هذه ديما قريب وديما نتبع الاخبار وديما اكيد على اتصال بالناس الموجودين في النادي. وانيس بوجلبان دايما عالق في قلوب واذهان الجماهير الاهلاويه. كابتن انيس بوجلبان دلوقتي وانت بقيت خلاص مدرب كبير دلوقتي وبتشتغل في الامور الفنيه، شايف مباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادمة ازاي؟ مباراة مهمة طبعا أسامة، تعرف انه ديما مباراة الترجي والنادي الأهلي مباراة كبيرة، نفس الجمل كما نقولوا انه يعني التفاصيل اللي مش تعمل الفارق. اكيد انه الترجي والنادي الأهلي الزوز فرق عندهم خبرة كبيرة على المستوى الأفريقي، تقابلوا في العشر سنوات الأخيرة أكثر من ثلاثة ولا أربع مرات، يعني متعودين ببعضهم. دور الو اتفضل انيس. طب هنرجع تاني لانيس. عنده اتفضل اتفضل. فيعني مباراة مهمة جدا، الترجي جمهور النادي الاهلي الكل يعرف الترجي ويعرف انه بطل تونس، انه يملك عناصر مميزة، انه يملك استقرار على مستوى الاطار الفني. معين الشعباني الموسم الثالث على التوالي على راس الترجي، متحصل على زوز الشامبيونز ليج، تحصل على ثلاثه دوري، يعني فما استقرار في الترجي. في المقابل النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني تبارك الله انجازات كبيره مع موسيماني، واكيد انه الاثنين فرق عندهم حظوظ كبيره. واعتقد انه المباراه الاولى في رادس مهمه على المستوى المعنوي، لانه اليوم بوجود الكورونا وفي غياب الجماهير، ممكن صحيح انه سمعنا انه ممكن اليوم مش يكون في قرار انه فما امكانيه انه يكون موجود 5000 وممكن حتى 12000 متفرج بالترجي، لكن اكيد مش كما يبدا الملعب فيه الجماهير يعني كامله، ملعب كامل كما يبدا نسبه قليله. اكيد انه عامل جماهير في ظل الكورونا ولا ما عادش عامل كبير، ما عادش عامل مؤثر. وحتى كان الجماهير حاضره، اعتقد انه خبره لاعبين الاهلي وخبره لاعبين الترجي تخلي انه يعني المساهمه مش تكون كبيره. اكيد انه مره اخرى نقول انه زوز فرق يمتلكوا عناصر على مستوى عالي، زوز فرق يمتلكوا مع بعضهم اكثر من 12 لاعب دولي في الاثنين فرق، فاكيد انه مش تكون مقابله مهمه جدا. واكيد انه بعد المباراه. طب كابتن انيس، يعني ازاي ممكن معين الشعباني يلعب في المباراه الاولى في تونس؟
شكل الترجي ازاي هيبدا من النواحي الفنيه، هل هيضغط النادي الاهلي، هل يعتمد على الهجمات المرتده الكرات الطويله، وانت قريب من الكره التونسيه وقريب من الترجي التونسي، شايف ازاي معين الشعباني ممكن يلعب المباراه الاولى؟ شوفوا اسامه، بالنسبه للترجي نجاح الموسم هذا ممكن احسن 2 مباريات لعبهم الترجي كان ضد نادي الزمالك في مصر، ممكن المباراه هذه من احسن المباريات بالنسبه للترجي، والشوط الثاني في الربع النهائي ضد بالوزداد الجزائر، يعني شفت ممكن احسن مباريات للترجي. من خلال المباريات هذه عرفت انه معين الشعباني اكيد انه مش يحاول يضغط النادي الاهلي، مش يحاول يضغط الفوق، يحاول انه يعني الضغط يكون عالي خاصه في بدايه المباراه، لانه مهم جدا يعني الاهلي او الترجي اللي سجل هدف بطبيعه الحال عنده يعني كما نقولوا بالدافع معنوي كبير. الترجي الناس كلنا عارفوه انه هجوميا قوي، يعني يملك العناصر اللي تقدر تصنع الفارق، خاصه حمد الهوني كيبدا في يوم كبير، كيف ندوز الاظهره حمدي النجاز والشتي، اثنين اظهره العصريين اللي يساندوا باستمرار في الهجوم، وحتى كي تبدا التوزيع على اليمين وعلى اليسار يكونوا موجودين كرؤوس حربه، ممكن هذه الحاجات المميزات الترجي. وسط الميدان اكيد بالرمضان هو كما نقولوا بالفرنساوي البيس متريس بتاع الفريق، يعني هو ترمومتر في وسط الميدان، فورمه الترجي مربوطه بفورمه بالرمضان، كوليبالي وبالغيث، هذو هما الستة لاعبين اللي هجوميا عندهم اضافات كبيرة على المستوى الدفاعي، اذا يتضرب كما نقولوا اذا كان يقوم الترجي بالضغط والعملية ما تنجحش وقتها مش تلقى مساحات دفاعية، ممكن هذه هي ممكن هذه اللي قاعد يخدم عليها ممكن تصور معين الشعباني في الفترة الأخيرة، لأنه مشاكل الترجي تجي انه في حاله انه ضغط والضغط ما كانش موجود وقتها تلقى المساحات وقت تلقى الثغرات. وحضرتك بتتكلم دلوقتي عن ابرز نقاط القوه ونقاط الضعف في الترجي التونسي، وانت متابع النادي الاهلي، مين اللي بيعجب انيس بوجلبان في لعيب النادي الاهلي دلوقتي؟ اكيد انه يعني هو العديد بصراحه، يعني بدر البنون في الدفاع يعني نقول انه لاعب ممتع، يعني قليل انه تلقى لاعب بالمهارات اللي يمتلكها بدر البنون. في وسط الميدان قوه اليو ديانج نتصور انه يشهد بها الوطن العربي الكل، لاعب يعني ممكن عنده مواصفات تاع لاعب اوروبي، قوي في الالتحامات، سريع، التمريره الاخيره موجود، يقدر يطلع البلوك كما نقولوا احنا. وعلي المعلول اللي عودته مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لانه علي رغم انه مدافع لكن مفتاح كبير، مفتاح مفاتيح النادي الاهلي الهجوميا. الاهلي يعني عنده نقاط قوه كثير، ممكن الموسم هذا ممكن في فترات ما كانش ثم ثبات على مستوى الاداء، لكن فرديا الفريق يمتلك عناصر مميزة جدا وبإمكانها تصنع الفارق وبإمكانها بيصير في المباريات الكبيرة هذه، وأكيد أنه مش تلقاهم يعني. أخيرا كابتن أنيس، شفت البطولة التاسعة إزاي وهدف أفشة في المباراة الأخيرة أمام الزمالك، هدف على طريقة القضية ممكن، شفت البطولة دي إزاي؟ هو أسامة الحاج البي أنه بصراحة يعني نهائي رائع، يعني من أروع النهائيات اللي شفناها، فما مستوى عالي جدا بين الاهلي والزمالك، فما اهداف عالميه سوى هدف شيكابالا او هدف أفشة، لكن يعني تكون بطل افريقي على حساب يعني يقول المنافس المباشر في الدوري المصري، نتصور انه الفرحه كانت كبيره. التاسعه تاخرت بالنسبه للنادي الاهلي صحيح، لكن كي جاته النادي الاهلي مشى لكاس العالم للانديه قام باداء كبير، وهذا هو بصراحه اللي يقعد انه النادي الاهلي مشاركته في كاس العالم والفوز الاخير ببطوله الافريقيه طمأن نوعا ما الجماهير، لانه كما قلت لك يعني الخامه موجوده، باقي ممكن الحاجه برك اللي تخلق انه ونجم نلقى الاعذار علاش كابتن اسامه، لانه كل 3 ايام مباراه فممكن بعض الارهاق، لكن بالمجموعه الموجوده في النادي الاهلي اكيد انه الوجه اللي شفناه مرضي، وزيدوا نستناه حتى اكثر من الوجه اللي شفناه. اخيرا كابتن انيس، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في التجربه التدريبيه في اهلي بني غاز، ان شاء الله ربنا يوفقك. بارك الله فيك، شكرا كابتن على الاستضافه، وكما قلت مره اخرى
شكر كبير ليك وشكر كبير لكل اصدقائي في مصر اللي على طول متابعين اخباري، سواء في تجربتي مع نادي صفاقس في اول الموسم، والحمد لله انه النتائج كانت ممتازه، ترتيب ثاني قبل ما نخرج من نادي صفاقس كان ترتيبنا الثاني مترشحين للكاس الكونفدراليه الافريقيه، وحتى تو في بنغازي على اتصال ب حبايبي واشقائي واخواتي في مصر من خلال طبعا قناه نادي الاهلي. نسلم عليك كابتن، نسلم على كل اصدقائي وكل الاهلاويه ان شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن انيس بوجلبان لاعب الاهلي السابق، كانت مداخله مهمه، مكالمه مهمه من الكابتن انيس بوجلبان.